أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اقتصادنا على قناة حنا بعل. برنامجنا اليوم في زوم على القطاع، حابين نخصوه للفلاحة البيولوجية في تونس. القطاع هذا اللي حقق في نجاحات وفي أرقام مهمة مدى حضوره في السوق التونسية في مجال التصدير. أيضا باش نتناقشوا في الموضوع هذا يحضروا معايا ضيوفي، والحلقة اليوم نسائية في الفلاحة البيولوجية. باش نحكيوا مع نساء، مدام لميا وسلاتي منظمة الصالون الفلاحة البيولوجية والصناعات الغذائية، مرحبا بيك. عايشك وبيك وشكرا على الاستضافة. عايشك. يعيشك. زاد ترافقنا مدام يسرى حمزة الشيبي، الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للناشطين في القطاع البيولوجي، مرحبا بيك. عايشك هنا، مرحبا بيك انت وشكرا على الاستضافة مرة أخرى. يعيشك. قبل ما ندخلوا في النقاش بالطبيعة على موضوع زوم على القطاع اليوم ومجال الفلاحة البيولوجية، نشوفوا الفيتير هذايا مع بعضنا ومن بعد نرجعوا بالتعليق. قطاع الفلاحة البيولوجية في تونس، ورغم حداثة هالقطاع إلا أن المساحات البيولوجية شهدت تطور ملحوظ وبلغت 325 ألف هكتار سنة 2019، أي بمضاعفة قدرها 20 مرة مقارنة بسنة 2000. هذا وتحتل تونس المرتبة الأولى إفريقيا والمرتبة 23 عالميا. ومن بين الإنتاجات البيولوجية اللي خلت تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا هي قطاع الزيتون البيولوجي، وبلغت حوالي 251 ألف هكتار سنة 2019. حسب الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية، بلغت قيمة صادرات تونس من المنتجات البيولوجية سنة 2019 حوالي 60 ألف طن بقيمة جملية ناهزت 677 ألف دينار، لتحتل بذلك المرتبة الأولى إفريقيا، إلى جانب الاعتراف بها كبلد مصدر للمنتجات البيولوجية للاتحاد الأوروبي من بين 11 دولة. إذا نعرفوا أنه إرساء علامة مميزة للمنتج البيولوجي التونسي لوجو بيو بأمر مؤرخ في غرة جوان 2010، وأن عدد المدخلين في المجال بلغ 7970 ناشط، هل أن هالأرقام يعكسها عدد المحلات المخصصة لبيع هالمنتوج؟ وهل أن هالناشطين بهالمجال راضين على تواجدهم بهالسوق أم لا؟ مدام يسرى، كنا نشوفوا في الفيتير تويكا حول الارقام، عدد المتمركزين الناشطين في مجال الفلاحه البيولوجيه، وانتم بصفتكم يعني اعضاء في الاتحاد الوطني للناشطين في القطاع البيولوجي، حبيتوا تعطيوا لهالمجال هذايا ممكن مكانه اكبر، انه يظهر لي يستحق مكانه اكبر، وهل انه فعلا هالارقام هذه مشرفه ماهيش مشرفه، نجموا نطوروها والا لا؟ شكرا هنا مرة أخرى. كان تسمح بنعرف بالفلاحة البيولوجية، تفضلي. خاطر فما ساعات معناتها تداخل كونفيزيون في نقولوا بيولوجية. الفلاحة البيولوجية هي فلاحة تعتمد على تقنيات زراعية اللي تحافظ على معناتها ليزيكيليبغ في ليزيكوسيستيم في الطبيعة، دونك التوازن الطبيعي، وهي فلاحة معناتها تعتمد على أسمدة عضوية وتمنع كل استعمال المبيدات الكيميائيه. هذه من جهه. كي نقولوا زاده فلاحه بيولوجيه معناتها هي فلاحه تابعه منظومه خاضعه لقانون، قانون تم ارساله عام 1999 بالنسبه لتونس، دونك اصداره. دونك هي فلاحه معناتها القانون هذا موجود كما قلت من اكثر من 20 سنه. دونك هي خاضعه لكراش شروط، زاده لكراش شروط بالنسبه للانتاج النباتي، بالنسبه للانتاج الحيواني، بالنسبه للتحويل. دونك وفما هياكل مراقبه يجيو يراقبوا الفلاحين والمحاولين باش يشوفوا كان الانتاج نتاعهم معناتها موافق للقانون هذا ولا لكراس الشروط. دونك هذا بالنسبه لتعريف الفلاحه البيولوجيه. دونك بالنسبه للفتاغ اللي قدمتوه، الارقام ما ينجم نقولوا اللي هي مشرفه بالنسبه لتونس. تونس هي عندها الصداره بالنسبه لمساحه الفلاحه البيولوجيه المصادقه عليها بالنسبه للقاره الافريقيه، فوق 300 ألف هكتار. صحيح. عدد المتدخلين هو عدد مهم زادة 7000، وعندنا زادة رقم مهم بالنسبة للصادرات كما قدمتوه في الفتاغ، عندنا تقريبا 600 مليون دينار للتصدير، وعندنا حسب تقريب 60 ألف طن و 60 منتوج يتم تصديره لأسواق متعدده خاصه بالنسبه لاوروبا، بالنسبه امريكا الشماليه. هذه بالنسبه لاحصائيات 2019. احصائيات 2000 نستثنيو 2020 اللي ممكن ما نعرفش، انتم في 2020 حافظتوا على بعض التصدير في الاشهر اللي ممكن كانت فيها شويه انفراج والا لا؟
بالنسبة لزيت الزيتون نعرف اللي معناتها تم تصدير الكميات تقارب بالكميات اللي تم تصديرها السنوات الفارطة، دونك نجم نقولوا حافظنا على الأرقام بتاع السنوات الفارطة، دونك هذا بالنسبة للتصدير. نحب نحكي شوية على السوق المحلية، خاطر كي نقولوا فلاحة بلوجية صحيح نتوجه أكثر للتصدير، بالنسبة للسوق المحلية اليوم للأسف ما عندناش أرقام، ما نجموش نقولوا شنو حجم البيع بالنسبة للسوق المحلي، حجم الطلب شنو الطلب، واحنا كمنظمة نحبوا نخدموا على الجانب هذايا، خاطر نحبوا نطوروا الفلاحة البيولوجية في تونس. كنقول الفلاحة البيولوجية معناتها الطلب بالنسبة للمستهلك. لكن من آليات العمل على ممكن التعريف بالفلاحة البيولوجية، وقديش ممكن احنا نضم تقريبا أكثر من 20 منظومة في الفلاحة البيولوجية، من الخضار، الأشجار المثمرة، والتمور، من آليات مدام يسرى هي حكاية الصالونات وتنظيم الصالونات، ممكن الترويج، تعريف المستهلك التونسي بهالقطاع صحيح. هذايا الرائد في تونس، واللي مدام لم وصلتي يظهر لي الرهان قديم، ولكن تطور تنظيم الصالونات فيه برشا تحديات وفيه برشا صعوبات يظهر. أكيد أكيد. هو باش نقول لك حاجة، اللي هو الصالون هذا عمره 11 سنة، فهمت؟ بدينا بيه، رمينا رواحنا، قلنا علاش ما نطلعوش هذا الفلاحة البيولوجية أكيد ونحاولوا الفالور نتاعها. بيان سور نحاولوا نعرفوا بها. جيناها وقت أول صالون كان في 2009. 2009 كانت معناتها المشاركة، معناتها نجم نقولوا محتشمة. طبعا أول دورة لازمها تكون محتشمة، مش لازمها تكون، أما هي محتشمة. احنا فرحانين حتى 2009 اللي لقينا معناتها بعض العارضين اللي مهتمين بالفلاحة البيولوجية وبداوا يفكروا في الفلاحة البيولوجية. وكانت عندنا أول دورة، كانت عندنا مشاركة إيطالية، كانوا عندنا أجانب موجودين، فهمت؟ وخلال معناتها الدورات اللي تعديوا الكل كانت فما مشاركة، بعد غابت علينا بعد ما توا 4 سنوات، وتعرف بعد الثورة وكل شيء برشا معناتها الأجانب ما عادش يجيو كيما قبل. وتوا رجعنا في الفترة هذيك العارضين التوانسة بداوا يكثروا، حاجة باهية، حاجة يفرح ويشرف بلادنا، بالطبيعة اللي تعرف اللي احنا عندنا برشا معناتها معناتها تصدير لأوروبا، حتى الولايات المتحدة، خاصة في زيت الزيتون البيولوجي. خلال 10 سنوات وصلنا اليوم نجم نقولوا وصلنا بخاسك أكثر ولا أكثر من 80 ولا 100 عارض تونسي في البيولوجي. حاجة تشرف تشرف. أنا مثلا نعرف روحي كيفاش بديت وين وصلت، وماذا بيا يكون أكثر، تمنيت لو كان معناتها الدوبل ولا التريبل نتاع الرقم هذا، اما بالنسبه لي انا معناتها حاجه باهيه. كي نشوفوا الرقم نتاع 7900 معناه اللي مشتغلين في هالمجال هذايا ما يقابلش بعضه. لكن قبل هذايا نمشيو الفقره القاره نتاعنا ما الجديد، ومن بعد نرجعوا مع ضيوفي في حلقه اليوم الخاصه بالفلاحه البيولوجيه. تحسنت قيمة الدينار التونسي إزاء الدولار وفق معدل الصرف لشهر أفريل 2021 ليبلغ 1 دولار ما يعادل 2 دينارات و750. في المقابل عرفت قيمة الدينار تراجعا إزاء الأورو لتصل إلى 3 دينارات و320 في أفريل 2021 حسب جدول الظرف الاقتصادي لأفريل 2021 للمعهد التونسي للمنافسة والدراسات الكمية. جاء في مؤشرات الظرف الوطني التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا أن نسبة البطالة بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 نحو 17.8%. هذا وسجل البنك أن دين الدولة بلغ نحو 90.1% في قانون المالية للسنة الحالية. نجح المجلس الاقتصادي التونسي الإفريقي برئاسة التونسي أنيس الجزيري في تأمين مشاركة أكثر من 1200 رجل وامرأة أعمال وأكثر من 170 شركة من تونس في المعرض الاقتصادي التونسي الليبي بطرابلس. هذا المعرض كان قد انطلق يوم 22 مايو ويختتم أشغاله اليوم الأربعاء 26 مايو.
قال وزير الاقتصاد الليبي محمد الحوايج خلال افتتاح معرض ومنتدى تونس الاقتصادي بطرابلس أنه يأمل في تعاون السلطتين التونسية والليبية من أجل استعادة نسبة هامة من عائدات المبادلات التجارية التي بلغت في فترة سابقة نحو 2 مليار دولار. أكد سفير تونس بليبيا الأسعد العجيلي أنه سيعمل على تسهيل الجوانب القانونية لعودة العمالة التونسية بكثافة، ودعاهم إلى استغلال فرص الاستقرار السياسي والأمني للحصول على مواطن شغل بهذا البلد. أعلن صابر بوغر المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي أن هناك وعودا من وزير النقل معش شقشوق بتسهيل إجراءات إطلاق الخط البحري السياحي والتجاري مسراتة تونس، والذي سيكون رابطا بين ليبيا وحلق الويد وجرزيس، مع ضرورة دعم ذلك بموافقة وزيري المالية والداخلية بالنيابة. وصرح أن هناك مشروعاً لإطلاق خط بحري لفائدة الجالية الليبية يربط بين دول أوروبا ومدينة جرجيس بتونس، ويؤمن عودة نحو 4000 مسافر شهرياً ونحو 1800 سيارة بين عائلية وتجارية ونحو 12000 طن من البضائع. مدام يسرى، كنشوفوا كانت تحكي لنا مدام لميا انه لحد الان تقريبا حصلوا 100 عارض في الصالون الاخراني اللي احتضنته تونس في ابريل 2021. هي بالنسبه لها تطورها من 2009 التويكا عدد العارضين مشرف، لكن كنشوفوا الرقم تاع 7970 ناشط ومتدخل في مجال الفلاحه البيولوجيه، الامور متقابلش بعضها. وين الخلل، وين المشكل بالتحديد؟ لو كنت تفسر هون. احنا اليوم كمنظمه اللي تحب تدعم القطاع هذايا بطبيعه نحبوا اللي بالنسبه للتصدير نحبوا ندعموه ونحبوا نحسنوه ونطوروه، هذاك ما فيه شك واختلاف. ونحبوا زاده يصير هالتنوع هذا في الانتاج البيولوجي، التنوع كي نقول تنوع معناته يكون فما اكثر خضروات، فما الاشجار المثمره، فما النباتات العطريه، فما لي برودوي كوزميتيك الى اخره. دونك هذا هو هدف من الاهداف نتاعنا اللي نحبوا نخلطوا له. والتعريف زاد وتعريف السوق المحليه، خاطر اليوم زاد كي باش نحكيوا على استهلاك في السوق المحليه، المستهلك التونسي مش باش يشري زيت زيتونه، معناته بالعكس هو زيت زيتونه عندنا عادات في اقتناء زيت زيتونه، باش يمشي المعصره يشري، معناتها خاطر كي نحكيوا زيت زيتونه بيولوجيه في اكثر الوقت يكون معلب وكما كنت نقول يكون موجه للتصدير. دونك اليوم لازمنا نوعوا في المنتوج هذايا، وانت مكريك حكيت على 20 منظومه اللي هو دونك فيه الانتاج الحيواني، نقولوا الانتاج الحيواني فيه الحليب ومشقاته، فيه البيض والدجاج، فيه اللحوم، فيه معناتها اللحوم البيضاء، فيه كما قلت الخضروات، معناتها فما برشا منتوجات اللي لازمنا اليوم نلقاهم في السوق باش المستهلك يولي يشري الحاجات نتاعو اللي يستهلكها، موجودة اللي يستهلكها بصفة يومية كمنتجات بيولوجية بالكميات المطلوبة في الأسواق المساحات التجارية الكبرى ماهيش متوفرة. كيفاش تفسروها انتم؟ جوستومون بكريكا فما سؤال عرفتوه في الفيديو، قلتوا اسكو اليوم شنو موجود في السوق المحلية؟ صحيح اليوم فما من 2010 فما تطور في عدد نقاط البيع المختصة في المواد البيولوجية والمواد الطبيعية، هذايا قاعدين نشوفوا فيه. كيفاش لمستوه التطور هذا اللي كنت تحكينا بالأرقام؟ بعدد عدد نقاط البيع، معناتها 2010 كان فما معناتها أول نقطة بيع 2010، اليوم كان نحسبوهم يكون فما 20 نقطة بيع، وفما زاد لي فونت أون لين، معناتها لي سيت دو فونت أون لين. بون هذوما صحيح متواجدين أكثر في المدن الكبرى كيما تونس، كيما سوسة، نابل. معناتها مازالوا مش متواجدين في المناطق الاخرى، دونك فما تطور في عدد قطاع نقاط البيع، هذا من جهه. من جهه اخرى حتى تو في المساحات الكبرى فما اهتمام بالمواد هذيا، وحتى احنا نشوفوهم يحبوا يشريوا يلقاو مع شكون يزودهم في يقول لي من 2020 مع الجائحه هذا يظهر الحقيقه. حتى قبل معناتها من 2010 فما اهتمام
كسوسوا من المتداخلين في القطاع ولا حتى من السلطات باش يطوروا الاستهلاك على السوق معناتها على في السوق المحليه سوق محليه. اما لازم بطبيعه لازمنا نوفروا المنتوج، وكي نجي نشوفوا المنتوج اليوم مش متوفر بكثره مش متنوع. فما زاد اشكال اخر اللي احنا زاد اللي نحبوا نخدموا عليه هو سعر المنتوج اللي معروض للمستهلك. اليوم كي نحكيوا خضروات السعر مازال باهت، معناتها اليوم التونسي ما ينجمش كل ما هو بيولوجي باهت هو 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 حتى برا السعر باهت معناتها يكون اكثر. ايوه مش نفسروا للي يشاهدوا فينا نقولوا كل الاسعار يعني مرتفعه وكل شيء صحيح والكل، لكن هذا ما ينقصش من قيمه المنتوج البيولوجي. واذا توضعت اسعار مرتفعه على خاطر جودة هالمنتوج هذايا لازمنا شنو لازمنا نكثروا في الانتاج، خاطر كي تكثر في الانتاج بطبيعة السعر باش ينقص. حتى تنظيم الصالونات يعني تكثيف التظاهرات كيف ما تقوم به مدام لميا وسلاتي منظمة الصالون الفلاحة البيولوجية والصناعات الغذائية، هذا زاد كفيل باش ما تتحرمش الناس من هالمنتوج هذايا. باش نرجعوا على النقطة هذايا معاك مدام لميا، لكن نمشيوا للفقرة القارة الثانية نتاعنا واللي هي ثقافة بنكية. وضع البلاد حسب آخر تقارير البنك المركزي التونسي هي وضعية صعبة على المستوى الاجتماعي المالي وغيرها. حقيقة اليوم الترقيم السيادي نتاع تونس 50% منه معناها هي زادة الاقتصاد السياسي البوليتيكال ايكونومي زادة اللي موجودة في البلاد. هذا وجاء في تقرير البنك المركزي أن النمو الاقتصادي شهد انخفاض حاد، وطرح محافظ البنك مروان العباسي مؤشرات حمراء. ممكن أول مرة معناها في تاريخ تونس المعاصر معناها ممكن أول مرة ممكن نقوم من عام 62 ممكن هبطنا في المستوى معناها الناتج الإجمالي المحلي نهبطوا اون تيرم نومينال ممكن معناها اون تيرم ريال 8 إلا 9%. وكنا احنا منتظرين اللي كونوا عندنا في 2020 كنا منتظرين يكونوا باش النمو باش يكون 3%، ولذا من 3% إلا 9% معناها عندنا 12% معناها تدهور بالنسبه للناتج الاجمالي المحلي، وهذا عمره ما صار في تونس ممكن المره الوحيده واقل الحده نتاعو كانت 62. الحاجه الثانيه اللي ريتها في الجائحه هذه اللي صارت لنا معناها في 2020 اللي في نفس الوقت تضرب الاقتصاد الحقيقي وتضرب الاقتصاد زاد الموازي احنا نقول. ولذا على الدوله ولات عليها يلزمها تعاون الاقتصاد الحقيقي وزاد تعاون معناها المتضررين من الاقتصاد الموازي. وجاء في الصفحة الخامسة من تقرير البنك المركزي التونسي حول الوضع الاقتصادي والمالي أنه تم تسجيل عجز في الميزان التجاري خلال 4 أشهر الأولى من سنة 2021 ليبلغ 2744 مليون دينار وبنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل أيضا تراجع صافي في تدفقات رأس المال بشكل حاد ليقتصر على 811 مليون دينار. لكن بخلاف هالمؤشرات ومشكل تداعيات جائحة الكورونا اللي اعتبرها أضرت بالقطاع الحقيقي كما أضرت بالقطاع الموازي أمام تراجع الادخار والاستثمار، وهي من بين الأسباب اللي دفعت لبلوغ تونس ترقيم سيادي سيء وتهديداته ما زالت متواصلة. حاجة أخرى أساسا اليوم ليزاجونس دو ريتينغ احنا ما زلنا كي طحنا مع موديس، وخليني نقول لكم فيش طلبنا حط طلبنا في آخر شهر هذا نعملوا معاه اون ايفالواسيون، قلنا له ماناش حاضرين خلينا وقت اخر اخر شهر جوان باش نعاودوا نقعدوا مع فيتش. كان ما يصير شيء من هنا لاخر شهر جوان تاكدوا اللي باش نهبطوا للسي، ولذا ردوا بالنا برشا الشهرين هذوما اللي جايين شهرين اساسيين بالنسبة لنا باش على القليلة نرجعوك الثقة اللي موجودة في الاقتصاد التونسي وفي الانستيتيوشن التونسيان وفي سميوها البراند اسمه تونس. محافظ البنك المركزي مروان العباسي كيف ما قدم المؤشرات السلبية إلا أنه قدم بعض الحلول منها عودة لإنتاج الفوسفات والدفع نحو مستوى جيد للإدخار والاستثمار لضمان النمو الاقتصادي اللي محافظ البنك المركزي شدد على أهميته أمام مجلس نواب الشعب وحتى خلال الزيارة الأخيرة إلى ليبيا. كانت
كانت هذه فقرة ثقافة بنكية، ونرجع مع ضيوفي في البرنامج في إطار زوم على القطاع، واللي يتناول اليوم الفلاحة البيولوجية في تونس، موقعها في السوق، شنو الإشكالات، النقائص متاعها. نرجع مع مدام يسرى حمزة الشيبي، الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للناشطين في القطاع البيولوجي، ومدام لميا وستاتي منظمة صالون الفلاحة البيولوجية والصناعات الغذائية. كنا وقفنا قبليك على أنه تكثيف الصالونات ممكن، وتعريف أكثر بالمنتوج هذا ممكن أنه يساهم في تخفيض سعر هالمنتجات هذه، تعتبر باهظة نوعا ما، يعني اللي يتحرم منها سير الأيام ينامكن في المعرض يلقى أسوام ممكن متوازنة شوية. خلينا نقول كما قلت، هو راهو نجم السعر، خاطر راهو الخضر اليوم وكل حتى في السوق حتى الطبيعية غالية، حتى رغم اللي فما معناتها منتوج كبير، مي احنا ماذا بينا معناتها يكثر معناتها المنتوج البيولوجي ونشجعوهم زادا. حتى اللي يحب معناتها يقول لي مثلا باش ناخذ السيرتيفيكاسيون، يجي مثلا واحد مشارك ولا عارض وكل شيء يقول لي ان شاء الله عام الجاي نكون معاك، على خاطر مازال ما عنديش السيرتيفيكاسيون. شنو اللي يعيق، شنو المشكل في الحكايه هذه؟ فلوس، حكيت يعني معناتها السيرتيفيكاسيون غاليه باش تاخذها تتحصل عليها من وزاره الفلاحه. من وزاره الفلاحه اللي تجي تحكي معها نقولوا اي شركه معايا، يقول لي لا يا عم جاي حتى نلم فلوس. حتى الواحد وفما برشا مهتمين سورتو لي جون توا اليوم، برشا مهتمين بالفلاحه البيولوجيه، وحاجه معناتها حاجه تفرح، حاجه تفرح بالطبيعة. اما شنو الحاجز؟ هو الفلوس، فهمت؟ لي مويان نون با اسي دو مويان بو ويظهر لي وقيت باش وزاره الفلاحه والهيكل المدخله وصلت في البلاد تشجع القطاع هذايا. وشفنا احنا حتى في افتتاح الصالون الدولي للفلاحه البيولوجيه والصناعات الغذائيه المره اللي فاتت مع وزير الفلاحه بنيابه، تعهد انه باش يحاول يرفع كل المعيقات ممكن للتقدم بالمجال هذايا. انتم شنو تقولوا مدام يسر؟ طيب اليوم الفلاح صحيح السعر معناتها احنا ظهرنا غالي كمستهلكين، مي راهو الفلاح مش قاعد يبيع بالسوم نتاع التكلفه نتاعو، على ذاك الفلاح اليوم تعب، على ذاك اليوم الفلاح معناتها برشا فلاحه قاعدين يبعدوا على الميدان هذا. دونك لازم اليوم نشوفوا شنو السعر المناسب بالنسبه للفلاح، وهذا احنا في الفلاحه البيولوجيه معناتها ناخذوه بعين الاعتبار، خاطر كيف ما يشملكم انتم يشمل القطاع ككل، ونفس القطاع ككل. وحاجه اخرى كي نقولوا زاده فلاحه بيولوجيه وتزويد السوق، زاد نخنو برشا على لي سيركوي كور، معناتها ماذا بينا اقل عباد ما بين الفلاح وما بين الانترميديير، ديما كي نقولوا مسالك التوزيع، نقولوا فلاحه بيولوجيه سيركوي كور، معناتها مسالك توزيع تكون قصيره. جوستومون باش السعر اللي يخلق المستهلك يكون في مستوى المستهلك، ويكون زادا يغطي التكلفه نتاع الفلاح، ممكن ما يفقدش زادا الجوده نتاعو، خاطر نعرفوا الكل قد ما تكثر هالليزانترميدير هذوما، نعرفوا التخزين والاحتكار والمضاربه، ينجم يوصل البرودوي في ايتها خايب برشا، معناه هو في اخر مرحله. صحيح، دونك هذايا بالنسبه للتسعيره. باهي بالنسبه حكينا على معناتها شهاده المصادقه والسعر اللي معناتها التكلفه نتاع الشهاده هذه، صحيح هي فما تكلفه سنويه معناتها يخلصها الفلاح ولا المحول. تقريبا تكلفه هذه؟ تكلفه 7000 دينار حسب المنتوج، حسب المساحه، فما ما تبدا اقل سعر باش يكون حوالي. اما بالنسبه للشبان جدد يظهر لي مش بسهوله انهم باش يلقاو الفينونسمون من البنوك وكل شيء، ولا شكون يمن بهالبروجي نتاعهم في اطار الفلاحه البيولوجيه. 7 ملايين يظهر لي حاجه. هو تبدا راهو في نجم تكون 7 ملايين، تبدا في 3 ملايين 2 ملايين، انت والمساحه، انت والمنتوج اللي عندك. اما بالنسبه للشاب اللي يحب يمشي في الفلاحه البيولوجيه اللي باش يتوجه للسوق الداخليه، خاطر كي يتوجه للتصدير يكون السوق معناتها طلب اكثر، ويمكن 2000 ولا 3000 مشاكله في السوق المحليه. 3000 دينار بالنسبه معناتها مش حاجه كبيره، وهذا نشوفوه بالنسبه اللي صدروا زيت زيتونه 2000 ولا 3000 دينار، معناتها مش حاجه قليله. اما بالنسبه للفلاح الجديد اللي يحب يمشي في القطاع هذا، ينجم يكون عائق باش يقدم في المشروع نتاعو. وهوني بالنسبه حكيت انت بريكا على الصولات، من هو كان فما دعم من الصولات بالنسبه للتكلفه هذيا بنسبه 70%، هذيا كان موجود حتى 2017، وللاسف 2017 تم تغيير القانون بالنسبه للدعم هذيا. احنا مش فاهمين كمتدخلين، تم
معناتها تغيير. اليوم ان توكا لو ريزلتا اليوم ما فماش دعم بالنسبه للفلاح، يقولون باش يرجع الدعم اما مازلنا نستنى، وهذا مهم لصغار الفلاحين اللي يحبوا يمشيوا في الفلاحه البيولوجيه، خاطر كما كنت نقول هو يمثل 70% من التكلفه وهي حاجه مهمه بالنسبه للفلاح. دونك فما التكلفه نتاع المصادقه هذه، فما نقطه اخرى اللي هي مهمه زاد اليوم بالنسبه للفلاح اللي يحب ينجح. كي نقول فلاح ينجم يكون زاد محاول، معناتها فما فلاح فما محاول فما موزع. الحاجه المهمه هو السوق. زاد اليوم الفلاح اللي باش يمشي في مشروع في اي مشروع لازم يلقى زاد المخشي المنتوج نتاعو، خاطر ينجم ينتج ينجم يلقى الدعم الكافي، ما كي يجي يبيع البرودوي نتاعو ما يلقاش شكون يشريه. باش نحوصلوا ممكن لهنا مدام يسرى حمزه الشيبي الكاتبه العامه للاتحاد الوطني للناشطين في القطاع البيولوجي، ومدام لميا وسلاتي منظمه الصالون الفلاحه البيولوجيه والصناعات الغذائيه، كان نعديو خلينا نقولوا مساجات هكايا في دي بوان واضحين لوزاره الفلاحه والهيكل المدخله. طلباتكم انتم ابرز الحاجات اللي لازم تسرع وزاره الفلاحه انها تسمعها فيكم، معناها منكم بليتو في اسرع وقت ممكن. هي والله وزاره الفلاحه معناتها تحث في برشا معناتها المشاركين تو عندها، خاطر في, في في كل ولايه عندنا معناتها بارتي تاع الفلاحه البيولوجي. عندنا تصور انت عندنا حتى من الفصدق البيولوجي راه معناتها حاجه. انا بدي كنت هذه بتاع قفصه ولا بتاع قصري؟ بتاع قفصه وفما بتاع القصري، معناتها حاجه باهيه حاجه تفرع. التمر يجينا من قبلي معناتها ولايه مدنين، لا هو الثروات موجودين معطينا دعمهم فهمت، معناتها هما ديجا الوزاره هي قاعده تعاون فيهم. اما انا معناتها ننصح معناتها حتى اللي بشي المستثمر الصغير وحتى لي جون اللي يحبوا معناتها يعملوا انفستيسمون في الفلاحه البيولوجيه ما يقعدوش يعملوا معناتها زاد على الوزاره. مثالش احنا نشوفوا معناتها لازم الوزاره تتفاهم مع مثلا مع بنوك، واللي يجي عنده مشروع يتفضل البنك هذيك معناتها تعمل له تعاون ويتفاهم مع الوزاره، معناتها يلقاو حل، معناتها ما تخليش كل شيء نرميوه معناتها على الدوله، لازم الواحد يعمل على روحه. انا معناتها انا نخمم هكا نفكر هكا بصراحه. اي هو تفكير ايجابي لكن يلزم الطرف الاخر يكون ايجابي في نفس التوجه معاك. بالنسبه ليك انت مدام يسرى حمزه الشيبي، برشا اشكاليات ونحسك هازه حمل هالقطاع هذايا، مش ككاتبه عامه كهو الاتحاد الوطني الناشطين في قطاع البيولوجي، لكن بايجاز كيف ما قلت المدام لميا، ابرز لي دوموند نتاعكم اللي خلينا نقولوا السريعه لوزاره الفلاحه واللي يلزمها اليوم تتضع على طاوله المفاوضات لحل الاشكاليات الاساسيه. خلينا نقولوا ربما مانيش باش نرجع الدعم اللي حكيت عليه مكريكه بالنسبه للتكلفه، هذاك واضح هذاك انا نقوله سان ديتاي. يعني انا نقول كان اليوم تونس وصلت للموقع نتاعها اليوم في الفلاحه البيولوجيه كاول بلد في افريقيا بالنسبه للمساحه وبالنسبه للقوانين وبالنسبه كما زاد قدمناها، فما معناتها لو برانسيب ديكيفالونس مع الاتحاد الاوروبي. علاش هذايا وصلنا له؟ خاطر كان فما استراتيجيه وكان فما رؤيه واضحه بالنسبه للقطاع هذايا، معناتها فما يا يو ان بروغرام داكسيون وقدمنا فيه ويا يو دي مويان باش نوصلوا شنو اللي نجموا نزيدوا نعملوه. احنا اليوم كاتحاد ماناش قاعدين نشوفوا في رؤيه واضحه بالنسبه للوزاره الفلاحه شنو هو تموقع اليوم الفلاحه البيولوجيه بالنسبه للفلاحه بصفه عامه، شنو وين نحبوا نخلطوا بها، نخليوها كانت تصدير برك، اسكو نحبوا نطوروها على المستوى المحلي. وهي الفلاحه البيولوجيه صحيح فما لاسبي ايكونوميك مي با سولمون، راهو اليوم كي نحكيو فلاحة بيولوجية فما جانب صحي فما جانب بيئي اللي لازمنا اليوم نكونوا واعين به، وهذا مانيش قاعدين نشوفوا فيه احنا. لكن مؤخرا المشرف على الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية في وزارة الفلاحة قالت انه فما مشروع لتطوير السوق الداخلية لهالمنتجات هذه الفترة 2020-2025. كان باش نسألك شاركوكم وحكاوا معاكم في المسألة يظهر لي مدى احنا شاركنا صحيح وصحيح الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية قاعدة تعمل مجهود باش تقدم بالقطاع هذا، ما هذا مش كافي، لازم المجهود ولازم رؤية تجي والاستراتيجية تجي من الفلاحة من وزارة الفلاحة، وعلاش لا من رئاسة الحكومة، خاطر كما كنت نقول راهو اليوم هذايا مع تشان يهم التوانسة الكل ويهم معناتها الصحة نتاع التوانسة، يهم عندنا البيئة لازمنا زيدا نعطيوها المكانة نتاعها اليوم، وهذايا للأسف مانيش قاعدين نشوف فيه لا في الفلاحة لا قاعدين نشوف فيه حتى في وزارة الصحة. لازم يكون فما توجه
لأكل صحي معناتها هذا ما نش قاعدين نشوف فيه، وهذا لازم تكون رؤية شاملة بالنسبة للحكومة الكل. سؤال باش نختموا به مع مدام لميا الوسلاتي، أكثر ناس ممكن كثفة الطلب على المنتجات البيولوجية في فترة الجائحة عام ناول وسنة، أكثر ناس ممكن أقبل من بداية جائحة كورونا ولا الإقبال أكثر على البيولوجيا؟ نجم نقول لك أكثر حاجة للأطباء يعرفوا لي يعرفوا قيمة الحاجة، يعرفوا المرض منين جاي، جاي أكثر حاجة من الماكلة اللي ناكلوا فيها. فهمت؟ وحاجة أخرى زاد عندنا الإقبال الأجانب والدبلوماسيين كثير على المنتوج البيولوجي. معناتها أكثر ناس يشريوا في البيولوجي هما الأجانب والأطباء زاد. تو ولا فما إقبال كبير، قبل قلت كيما فهمتك، قلت لك تجي تحكي حتى تفهم وتقول وش معناتها البيولوجي، يقول لك ما فماش. رغم اللي قاريو يونيفرسيتي وكل يقول لك لا ما فماش، تحاول تقنعهم بعد تقولها طب الوقت طب الوقت كنا هنا السنه طب الوقت. نختم معاك بايجاز مدام يسرى حمزه الشابي الكاتبه العامه للاتحاد الوطني للناشطين في القطاع البيولوجي، هل انه باش تكونوا مشاركين في المناظره الثالثه لوكاله النهوض بالاستثمار الفلاحي؟ بون كما قلت دونك هي مناظره تهم المنتجات المحليه، بطبيعه كان فما منتجات محليه بيولوجيه بطبيعه معناتها نجمو نساهموا في المناظره هذيا. ونعرف اللي في الدورات السابقه صار معناتها شاركنا، معناتها فما المتدخلين اللي شاركوا في المناظره هذه، فما شكون زاد اللي خذاو معناتها ديبخي هذايا اتجاه معناتها توجه هذا لازمنا نمشيو فيه، مش سي با ان شوا سي با اون مود، معناتها نقولوا لي مع سي با اون مود، معناتها ما عنيش الاختيار، لازمنا نمشيو في الفلاحه البيولوجيه في الماكلة الصحية، وهذا قاعدين نشوفوا فيه خارج الحدود التونسية. اليوم نصوروا برشا توانسة يتفرجوا على القنوات الأجنبية، اليوم كي تحل القنوات الأجنبية ولينا معناتها المواد البيولوجية ديما في الطليعة نتاع معناتها الغمضات الشهرية، دونك لازمنا نمشيوا فيه. كي الدعم المالي لازم يكون فما إطار تشريعي بطبيعة، إطار تشريعي. هكا نختم فقرة زوم على القطاع مع مدام لميا وسلاتي وأيضا مدام يسرى حمزة الشيبي، حاولنا عن قرب يعني نلمسوا قطاع الفلاحة البيولوجية، شنو النقائص نتاعو، الحاجات العالقة، وإن شاء الله تتفاعل بطبيعة وزارة الفلاحة والهيكل المتدخلة في المجال هذا ورئاسة الحكومة مع المقترحات اللي قدموها ضيوفي اليوم في زوم على القطاع اللي كان مخصص كيف ما قلت لكم الفلاحة البيولوجية. هكا نفاو زوم على القطاع، نمشيو لفقرة بورصة. المزايا متاع السوق المالية بالنسبة للاستثمار هو تنويع الاستثمارات. اليوم معناها التونسي مثلا بصفة خاصة عنده ينجم يعمل توظيفات في البنوك، يشري بار اكزامبل عقارات، زاد يلزم زاد يفكر اللي فما بورصة ينجم يشري زاد أسهم ولا رقاع. كيف زاد على المستوى المتوسط والطويل وفي العالم الكل الاستثمار في البورصات يوفر مردودية أكبر من 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 بار اكزامبل لي بلاسمون اون بانك. علاش؟ على خاطر الاستثمار في البورصه في عنده مردوديه هامه، لكن زاد عنده معناها مخاطره. بيان سور زاد الحاجه زاد الهامه والهامه جدا الاستثمار في السوق الماليه، زاد فما نواتج معناها ادخار تعطي ديزافونتاج فيسكو هامين جدا، ومش نحكيو بارتيكولارمون على الكونتي بارين اكسيون، حسابات الادخار في الاسهم. اتيتر دو ليستراسيون الحساب هذايا سورا اليمونتي باغ معناها دو لارجون، باش يشري 80% على الاقل الاسهم مدرجه في بورصه تونس و20% معناها الباقين في دي بي تي دي بون دو تريزور سيميلابل لقاع الخزينه القابله للتنظير، ولا فما زاد دي فون كوما دو بلاسمون اللي هما ديديي للي كونتي بارني اون اكسيون، يفتحهم الشخص الطبيعي الخاضع للضريبه على الدخل، مثلا محامي، مثلا طبيب، مثلا سالاري فونكسيونير، دونك هذوما الكل ينجموا يحلوا لي كونت ايبارني اون اكسيون. شنو هي لافونتاج اللي فيه؟ فلوس اللي تحطها في الحسابات الادخار في الاسهم ديدكتيبل من الباز امبوزابل، دونك ينقصوا من قاعده الضريبه الى حدود 100,000 دينار. وهذا الحقيقه افونتاج متميز جدا، لكن شرط بيان سور المينيموم دامبو تنجم تبينيفيسي الى نسبه توصل ل 55% كوم افونتاج من قيمه معناها المطالب بها معناها من الضريبه. لكن فما شروط،
الفليسات اللي تحطهم في الكونت هذوما يلزم يكونوا بلوكي بوندون 5 سنين. مي لو بلوكاج دو لارجون نونترين با لو بلوكاج دو تيتر. عندك حريه كامله باش تستثمر وباش تبيع وتشري لي زاكسيون. حاجه واحده يلزمك تحافظ على المونطون انيسيال اللي خذيت به معناها لافونتاج فيسكال. زاد حاجه اخرى لي زانتيري نتاع لي بي تي ا ولا لي ديفيدوند اللي تحققهم من لي زاكسيون هذوك ماهمش مربوطين بالخمسه سنين، دونك تنجم تخرجهم في اي وقت. الشرط الاساسي ديما المحافظه على المونطون الانيسيال اللي خذيت به لافونتاج فيسكال. كيفاش تاخذ لافونتاج فيسكال؟ يلزمك اوتوماتيكمون دونك تاخذ لاتيستاسيون دو ديبو، تاخذها من الوسيط تهزها للدفور اوتوماتيكمون تتحصل على لافونتاج فيسكال. زاد كيف كيف تنجم انت عملت عام عامين وبعد تقول انا ما عادش ساعدني دونك في الكونت هذايا، تمشي الوسيط بالبورصه باش تجبد فلوسك. هذا كله دونك ماهوش معناه ممكن، دونك اوتوماتيكمون يلزمك تدفع لامبو دو اي لي زانتيغي دو غوتار. مي في قرار معناها نتاع السيد وزير الماليه فما سكون ابيل معناها حاجات امبروفيون، لا يقدر فما مرض، فما حاجات دونك ما كانش خارج على النطاق معناها الشخصي، لي زانتيري دونك دو روتار دونك نجم معناها ما يتحسبوش. وكيف كيف زاد اذا المده تفوت 3 سنين زاد لي زانتيري دو روتار هذيك دامبو دو زاد هذوما معناها ما يتحسبوش. بورصه تونس خلقت معناها سيت ويب ديديي اللي هو معناها www.coa.com.tn، ينجم اي مستثمر يطلع دونك على كل الشروط الموجوده في هذا الموقع. وتوا جينا لاخر فقره في برنامج اقتصادنا على قناه حنا بعل، فقره ستارت اب واللي نهتم فيها بكل ما هو انوفاسيون، كل المشاريع للمؤسسات الصغرى والمتوسطه والناشئه اللي ممكن يشرفوا عليها بعض الوزارات، وايضا الشبان اللي يمكن يفكروا في بعثها وينجحوا في هالمجال هذايا. واليوم حابين نخصوا فقره ستارت اب لمشروع جديد هو اسمه بروتيكتي، هو مشروع لتطوير منظومه التصرف في فيات، لكن اكثر تفاصيل بالطبيعه صحيح في كلامي هذه باش تقدم هنا الشاب عفيف بحروني المكلفه باداره الاتصال والتحسيس والاعلام بالوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات. مرحبا بك. مرحبا بك مدام هناي، مرحبا بالساده المشاهدين الكل، رحب بكم وان شاء الله المشروع هذا يحمل في طياته حاجه ايجابيه للتونس وللشبان الكل، وان شاء الله يكون ان بون فيكتور بور لا كرياسيون دومبلوا. انا باش نمشي من الكلام نتاعك انت، كيفاش باش يكون بوزيتيف للشباب لو كان ساعه نقدموه شويه المشروع هذا بروتيكتي هو شنو بالضبط، وكيفاش باش يكون ايجابي على شباب في تونس ويمكن يفتح يعني فرص عمل وهذا اللي سنه فيه الناس كل. هو مشروع بروتيك هو مشروع جاء في إطار التعاون التونسي الألماني، هو مشروع طموح جدا يسعى لتنمية القدرات بالنسبة لمجالات التصرف في النفايات. اليوم لا توندونس انترناسيونال ومتطلبات الدولية تقول لك لازمك ترسكل وتثمن النفايات، لازمك تخلق مواطن شغل، لازمك تبعث استثمارات جديدة في المجال. اليوم الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تحت إشراف الوزارة، والوزارة كانت معناها رائدة في المجال عندما معناها تقدمت بمنحة جديد وهو الاستراتيجية الجديدة للتصرف المندمج والمستدين في النفايات، توجهت نحو كل ما هو رسكلة وتثمين النفايات وبعث المشاريع في القطاع الخاص في قطاع النفايات. قديش من مشروع تقريبا اللي تنبعثوا في المجال هذا باش نشوفوا هل افيكاسيتي على سوق الشغل؟ اذا ناخذوا المثال نتاع إيكولف اللي هي المنظومه المعروفه عند الناس الكل اللي هي منظومه التصرف في النفايات البلاستيكيه، احنا الى حد الان يمكن معناها اذا كان ماهوش اكثر احنا وصلنا لحكايه 15000 امبلوا، معناها وصلنا ل 15000 موطن شغل ما بين مجمع مرسكل ومثمن للنفايات. اما اكيد زاده فما شبان اللي ماذا بهم يبعثوا مشاريع جديده، بالطبع هل تنجم تعطيهم الفرصه من خلال بالطبع مشروع بروتيكتي؟ بالطبع مشروع بروتيكتي هو احنا باغمي معناها من الاهداف اللي نطمحوا لها انه اون كري سكون ابيل لومبلوا فيغ. لومبلوا فيغ هو في الاقتصاد الاخضر، صحيح هو ما يعرف بالاقتصاد الاخضر وما يعرف
تعرف بصفة عامة بالاقتصاد الدائري. معناها أنت كي باش تخرج نفايات صحيح رايج ممكن تشد في برشا بلدان لا توندونس انترناسيونال صحيح وسي لامبورطونس سي لامبورطونس وتونس افيك سي زونجاجمون معناها ناسيونو لازمها تدخل في المنظومة ولازمها تكون رائدة في المجال وكانت رائدة في المجال. اليوم احنا قلت لي انت لي ستارت اب اليوم احنا نطلبوا من الشبان بالسيكتور بريفي من القطاع الخاص يدخل معنا في شراكة ويكون فاعل مع البلدية مع المؤسسات اللي تابعة لوزارة الإشراف انه يطمح في بعض المشروع الناجح. واليوم بروتكتي جي باش المشاريع التي تشكو معناها هينات او عراقيل جي باش يدعمها وباش il essaie de revoir de nouveau معناها les mécanismes pour renforcer ses capacités. لا احنا كي نجيو المجال التصرف في النفايات بصفه عامه فيه اطراف فعلا فيه البلديه فيه الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات اللي هي سميت عليها التصرف في النفايات وفيها وزاره الشؤون المحليه والبيئه. اليوم كي نقول انا وزاره الشؤون المحليه والبيئه نحكي بلديات نحكي بلدية. اليوم البلدية هي المسؤولة على كل ما هو نفايات. اليوم باش البلدية تهز النفايات للمصب المراقب اللي احنا نحبه المصب المراقب ما عادش نحبه نحكيه على مصب مراقب نحبه النفايات هذه يجي الشاب يبعث مشروع لتثمين النفايات. يعني شنو الشروط خلي نبسطوها الماكسيموم للشباب اللي يسمع فيها؟ هو بالنسبة لأي باعث مشروع يا هناء هو بالنسبة ليه عنده كراس شروط سكون أبل أنا كراس شروط لممارسة هالنشاط هذا متاع التصرف في النفايات. اليوم مثلا أنا باش نبسط للمواطن اليوم نحب نبعث مشروع لجمع ونقل نفايات بلاستيكية مثلا نمشي نتصل بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات نتحصل على كراس شروط عدد واحد لجمع ونقل النفايات الغير الخطرة وبالتحديد النفايات البلاستيكية. هذا فيها فصول فيها أني أنا كي باش نبعث المشروع هذا لازمني نحترم المواصفات البيئية لازمني مشروع يكون مربح لازمني مشروعي يكون محافظ على كل ما هو بيئي. تقول لي اليوم بروتكتي شنو كيسكي الفا أجوتي شنو باش يضيف لي لا اليوم احنا المشاريع الأصحاب المشاريع اللي عندهم توا مثلا إشكاليات اليوم باش يخرج من إشكاليات إشكاليات مالية أو إشكاليات تقنية اليوم قادرين باش يتصلوا بالوكالة بالبلدية بالتعاون الألماني في إطار برنامج شراكة إنه اليوم هنا لا pour renforcer leur capacité. ماناكمش مربوطين بعدد معين من المشاريع هذه. احنا اليوم نحبوا علاش قلت لك البلديه دورها فيش ان احنا اليوم قلنا اليوم لازمنا كبلديه لازمها تدخل في منظومه الفرز الانتقائي. اليوم البلديه ما لازمهاش لازمها تدخل مع الوكاله ومع لي كوبيرون والكل وتوعي المتساكنين وتقول اليوم يا ناس امشيوا للفرز الانتقائي باش ندخلوا كل ما هو نفايات في الدورة الاقتصادية ونجموا نخلقوا مواطن شغل. اليوم راهو ما عندناش كان بلاستيك، اليوم عندنا منظومة ايكوزيت اللي هي متاع ليزويل دو فيدونج، اليوم عندنا منظومة ايكو باتري، اليوم عندنا ناس تخدم في السماد العضوي البيولوجي، اليوم عندنا دي تروازو النفايات الالكترونية والكهربائية، اليوم عندنا بيوزيت زيوت القليان، معناها المنظومات هذه ينجم ايا كان يجي يبعث مشروعه. اليوم في الاستراتيجية باش نعملوا ان بلان داكسيون معناها على المدى العاجل ومعناها المدى القريب والمتوسط والمدى الطويل وباش نخدموا مع البلديات ويكون البلديات شريك فاعل معنا والقطاع الخاص والمجتمع المدني. اليوم نحبوا نعملوا دي بلاتفورم تاع فرز انتقائي لتثمين النفايات ونحبوا نمشيو معناها كيما تقول انت اون فا بوكلي لا بوكل من المواطن العادي اللي يخرج نفاياته تكون مفروزه تمشي طول الراسكله واذا كان يبقى لو مينيموم دي ديشي اللي هو ما يفوقش ال 20% هذاك سيتان ديشي يلتين ما عادش فيه ما تنجمش تتراسكلو. اليوم احنا هذا التوجه اما لازم تاخذ في عين الاعتبار باش نخدموا لهنا الناس اللي تخدم توا سنوات تتمعش من النفايات. احنا اليوم شعارنا كان الكلنا يد في اليد ويد واحده ما تصفقش. انت تقول لي اليوم انا نقولها لك او اي فور معناها تقول لي على الكوليكتور والبرباش. اليوم في التوجه الجديد نتاع الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات او وزاره الاشراف احنا مع تاهيل هالبرباش هذا ومع انه يدخل في السيكتور
ان سيكتور بيان اورغانيزي ويكون عنده كل ما هو تغطيه اجتماعيه والكل. اليوم افيك معناها لي بروجي هذايا اليوم احنا كان كنت حاضره معنا كان احنا شعارنا اشقولكم كان البرباش نسهلوا له العمليه ونحسنوا له الوضعيه الاجتماعيه كان شعارنا هكا. وان شاء الله الناس الكل تؤمن بالشعار هذايا وان شاء الله نكونوا يد واحده ونعاود نقولها ونحب نطمنوا الفئه الكبيره اللي قاعده تشتغل وتسترزق ممكن مجال النفايات والمصبات وها الفرز هذايا للنفايات راهي زادة منضوية في إطار هالبرنامج هذي وباش نتبعوا تقييم البرنامج هذي متاع بروتيك تي بالطبيعة اللي انطلق مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. شكرا لك عفاف بحروني المكلفة بإدارة الاتصال والتحسيس والإعلام بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات على المعلومات هذي الكل. المجال مفتوح لكم انتم شباب كل الولايات انه تقدموا في هالمشروع هذي بالتوفيق للناس الكل. هكا نكونوا وفينا حلقتنا اليوم من برنامج اقتصادنا على قناة حنا باع. نستناو ردود أفعال لكم مقترحاتكم كل التعاونات على موقع صفحتنا بالفيسبوك اقتصادنا ونخليكم مع بقية فقرات قناة حنا بعل. شكرا لفريق اعداد برنامج اقتصادنا وبسلامة.